وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وعلى مشروع مرسوم بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية، ومشروع مرسوم كذلك بالموافقة على اتفاق تنظيم الخدمات الجوية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وفي اجتماعه الأسبوعي اطلع المجلس أيضا على التقرير المقدم من اللجنة المشكلة من وزارة الكهرباء والماء، والذي تضمن عددا من التوصيات التي من شأنها ضمان تلافي أسباب انقطاع التيار الكهربائي، والتي تستهدف أيضا استكمال التحقيق الفني اللازم في كافة التفاصيل المتعلقة بأسباب الخلل المختلفة. المجلس أعرب عن أسفه إزاء هذا الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي وما ترتب عليه من نتائج سلبية، وأكد في الوقت نفسه على محاسبة المقصرين في القيام بأداء أعمالهم. وبمناسبة يوم المرأة العالمي، أعرب مجلس الوزراء عن تقديره العميق لما قامت به المرأة الكويتية على مر التاريخ في مختلف مجالات العمل وميادينه، وما حققته من إنجازات متميزة، خاصة ما قدمته من تضحيات في مواجهة الاحتلال الصدامي الغاشم ومقاومته.